سلط الضوء جدا. مواقع التواصل ما عاد احد غير موضوع التعذيب اللي حصل خصوصا في البصره اللي شهدت 3 وفيات لحد هذه اللحظه. حضرتكم كوزاره ذهبتم باتجاه تحقيقات، ما اعطيتم نتائج مقنعه للمواطن العراقي ممكن يكون يطمئن او حتى لاهالي المغدورين. ابتداء تحياتي لحضرتك والى ضيفك الكريم والى جمهورنا العزيز. احنا اذا نريد نتكلم عن الموضوع شويه خل يعني نتكلم بشيء من الشموليه، وابدا حديثي الى ما انتهى السيد النائب حول الممارسات الموروثة. هذه تعتبر ممارسات موروثة عن الأنظمة السابقة. كان سابقا قضية التعذيب في السجون وفي المعتقلات أمر اعتيادي بالنسبة إلى يعني وسائل التحقيق، لكن بعد 2003 ما حصل أنه يعني وزارة الداخلية بذلت جهود كبيرة جدا في موضوع نزع هذه الثقافة اللي هي ثقافة نسميها ثقافة موروثة. لو أنا ما حب أقاطعك، لكن بعهد النظام البائد كان هذا الشيء سياسي فقط، التعذيب عند الحالات السياسية. لا لا مو فقط، مو فقط سياسي. لا لا مو فقط، ما كان يحدث بمراكز لا لا هذا الشيء يعني الجميع يعرف أنه حتى في أبسط مركز شرطة كانت موضوع انتهاك يعني على سيارة ممكن المواطن. أيضا يكون أكو تعذيب. نعم نعم. طيب نعم. أنتوا أدرى بها يعني هذه القضية معروفة للجميع. يعني أيضا قضية التعذيب والانتهاكات اللي تحصل يعني موضوع ليس يخص العراق فقط، يعني إحنا كثيرا ما نسمع في دول العالم حتى الدول المتقدمة وجود هكذا حالات، ولعل ما يصل إن في الإعلام يكون خارج الإعلام أكثر بكثير. مع ذلك إحنا لا ننفي حصول مثل هكذا حالات، لكن السؤال هو كيف يعني وزارة الداخلية تمكنت من تحجيم هذا الموضوع. نعم الآن هنالك حالات فردية، ومثل ما تفضل أستاذ أحمد أنه حالات فردية، لكن بالمجمل هنالك عمل لوزارة الداخلية، هنالك مديرية متخصصة وهي مديرية القيم وحقوق الإنسان. هذه المديرية تتبنى موضوع التثقيف والتوعية على مبادئ حقوق الإنسان. كيف؟ يعني المتطوعين حديثا، كليات الشرطة، المعاهد أدخلت مناهج حقوق الإنسان كمواد أساسية في هذه الدورات، هذا على صعيد نزع هذه الثقافة. واللي هنالك أيضا مديريات أخرى، مديرية حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، هذه مديرية تنفيذية تخرج إلى السجون والمواقف الخاصة بوزارة الداخلية وتقابل المواطنين والمشتكين وتقابل الموقوفين وتجري الكثير من التحقيقات، وكثير من المجالس التحقيقية شكلتها وأحالت ضباط قاموا بهذه الممارسات. لذلك العمل في وزارة الداخلية والأوامر، ودائما السيد وزير الداخلية في أكثر لقاءاته يشدد على ضرورة احترام كرامة المواطن العراقي.